السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، أهلا وسهلا بكم في معلومة تدبرية للقرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الجن: يهدي إلى الرشد فآمنا به. يقول السعدي في تفسيره أن الجن قالت أن هذا القرآن يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، والإيمان والقرآن الكريم كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. فالقرآن الكريم لا بد ألا نخرجه على أنه كتاب هداية وكتاب إرشاد، وليس كتاب حساب ولا هندسة ولا معلومات رقمية ولا عددية، وهذا الكلام اللي بنسمعه الآن. لابد أن نعلم أن القرآن هو كتاب هداية، هكذا قالت الجن: يهدي إلى الرشد فآمنا به، فآمنا به. فإرشادات القرآن تهدي إلى الإيمان، فالقرآن إما يدلك على شيء نافع وإما يبعدك ويرشدك أن أنت تبقى بعيد عن الشيء الضار. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من 80 آية في القرآن قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ونداء للمؤمنين. إما أن الله يرشدك على شيء ينفعك، وهذه ثمرة الإيمان بالقرآن الكريم وإرشادات القرآن، أو أن القرآن بيقول لك ابعد عن الحرام أو ابعد عن الأشياء التي تضرك. فالقرآن الكريم يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان والهداية، يهدي إلى الرشد فآمنا به. فلنتبع القرآن الكريم، وكان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.